خذ جهازك يلا مع السلامة. والله مكتبك حلو الصراحة. أعطيك شطة؟ تستهبل أنت؟ لا والله صدق معي شطة. وش ذا؟ هذا اسمه جهاز ريحها. أيوه؟ إيش يعني ريحها؟ يعني تريح نفسك من صب الشطة في الصحن. هذا الجهاز يريحك ويصب الشطة لحالها في الصحن يوزعها زي كذا، عرفت؟ وش فيك؟ خذ هذا 20,000 كفك للتطوير. والله شف هي قليلة بس إني بحاول إني أشغلها. بس أهم شيء إنك صامل. إيه صامل، رح صامل. أبشر على خشم ولا يهمك، أبشر.